عارف الشربات. اه عارف الشربات. شربات يعني عصير. شربات يعني ميه وسكر. شربات عصير كده بيبقى بالورد بالفراوله حاجات كتير كده. شربات ده الحاجه الصفراء والحمراء اللي بناخدها في الافراح. شربات بتاع الافراح ده انت كانوت يعني. انت شربات لوحدك؟ ايوه طبعا بعرف الشربات. الشربات ده بيبقى عباره عن فاكهه وعليها تركيز سكر. مفيش بيت مصري ما حدش فيه شرب شربات. بنشرب الشربات في المناسبات. بنشربه في الافراح والمناسبات الجميله. قديم قوي الموضوع ده يعني. ده اخر مره دي يمكن من يوم جواز. مش فاكره يمكن من 4 سنين. لسه شربت دلوقتي شربات مانجا. اخر مره شربت شربات كنت ساعتها في اولى كليه. انا دلوقتي في رابعه كليه. الكلام ده من 10 سنين. كنت نجحت طلعت بثلاث مواد وامي طبعا وزعت شربات على الشارع كله. لسه من يومين بحب اعملها على الفراوله. لسه النهارده الصبح شربة شربات. ما بسابوش بقى على طول يعني. كنت مكان وانا بافراح مش عارفه ايه بتاع. اخر مره شربت فيها شربات لما الاهلي كسب الزمالك. رحت جاري جايب شربات وجبت صفيحه كبيره وضويت وفشلت الناس كلها. اخر مره شربت فيها شربات كان في خطوبه صاحبتي. في الشربات الورد. احنا بنجيب ورد وفراوله على طول. بالفراوله بس تقيل بخففوه شويه. هو تقريبا احلى حاجه فيه الورد. اه انا ما بحبش غير الفراوله. انا بحب شربات اللوز. شربات الورد. الخروب في رمضان ده شربات روعة. أقولك أنا بحب المانجا والفراولة. طعم المفضل عندي هو المانجا. أكتر نوع بحبه الفراولة. مشمش والمانجا. نوع الشربات شربات فتراك مش غيره تقريبا يعني. عموما الشربات كله فتراك. شربات فتراك يعني. هو مفيش الا فتراك. الشربات هي فتراك. هي كانت كنت بجيبها قبل كده يعني اسمها فتراك حاجه كده يعني. فتراك تحفه. فتراك اللي ما جربتش قبل كده يعني. هو الاصلي بقى الاول او الحاجه اللي انا متعود عليها. من اقوى العصاير فتراك. فتراك احلى شربات في السوق. هو فتراك اللي في الازايز الكبيره. فتراك طبعا ما لاش عليه. هو انضف حاجه في السوق. يا ريت فتراك تنزل البرتقال. شربات بطيخ وانا بحب التوت. ممكن يبقى شربات توت. يعملوا لنا بالتوت بقى. توت يعني يعملوا لنا نوع بالتوت يعني تخدموا الشعب المصري. اوصف بتراك في كلمتين. انت فين بقى؟ اختفيتي قوي. كلمتين في تراك. انا دايما بقول لاصاله صاحبتي يا شربات. عايزين نفرح ونبلش شربات وننبسط. بقول لسلسل حبيبه قلبي انت شربات على طول. صاحبتي القديمه كنت بقول لها الشربات ده يا بنت. اه شربات. اه شربات عندك هشام دوت. شربات قوي يا اختي. عسل شربات مثلا. والله جدتي اللي على طول بتقول لي عقبال ما نشرب شربات ما بقاش ليا رد فعل لان هي يعني غالبا هتموت قبل ما تشرب شربات. الازازه بس تخلص بنستخدمها بنعمل فيها اما مخلل زيتون اما مخلل خيار. لما ازازه الشربات بتخلص تكوس عند ماما لازم تاخدها وتملى فيها ميه وتشيلها في الثلاجه. بستغل الازازه. الازاز بنحط فيها ميه. لا الازازه ايامنا احنا كانت رفيعه كده وطويله. انما دلوقتي مكببه عامله زي انبوبه البوتاجاز. فيها ميه او احط فيها عصير تاني. بعد ما بتخلص بجد والله بسرعه بغسلها وبحطها في الثلاجه اشرب منها ميه. مفيش بيت مصري طبعا ما فيهوش الازازه دي في الثلاجه. اكيد انت في بيتك مفيش ازازه في الثلاجه؟ اكيد في ازازه في الثلاجه.